خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، ونقول لها صباح الفل عليك يا هالة وكل سنة وانت طيبة. صباح الفل يا محمد، كل سنة وانت طيب. صباح الفل يا جمانة، كل سنة وانت طيبة، وكل اللي بيشوفونا صباح الفل. يمكن أول حلقة لينا مع بعض في رمضان، فكل سنة وانتم طيبين. طيبة يا هالة، صباح الخير. صباح الفل. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة مرورية، وطبعا هنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي، وبنبدأ من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة وشوارع تانية. هنلاقي إن في سيولة مرورية على طريق الكورنيش، هنلاقي إن في كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. هنروح لكوبري أكتوبر، هنلاقي هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية، وهنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية، هنلاقي إن في سيولة مرورية. لو رحنا لمحور النصر هنلاقي ان في كثافات مروريه وصولا للمنصه. كمان ظهرت بعض الكثافات المتوسطه في الاتجاه الاخر الى وسط المدينه. كمان بيشهد شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر حتى منطقه الزاويه الحمراء بعض الكثافات. وكمان شهدت مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي الى مناطق المنيل والملك الصالح، اما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحاما نسبيا. هنروح لمحافظة الجيزة، وهنبدأ من الطريق الدائري في بعض الكثافات المرورية قبل النزلات. كمان بدأت تتكون بعض الكثافات المرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية، وهنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري اللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. كمان بتظهر بعض الكثافات التانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاء ومبابة. بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. هنروح لمحافظة القليوبية، لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيهوش أي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أقل من المعتاد في أول أيام رمضان. يشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق ولمنع ظهور أي زحام مروري. هنكمل جولتنا مع حضراتكم، نروح لمحافظة بورسعيد. هناك هنلاقي في سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي شبورة مائية صباحا هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24، أقل درجة حرارة هتكون في أسوان 36، أعلى سوري درجة حرارة هتكون 36، وأقل درجة حرارة في مطروح 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.